السلام عليكم. إضافة مونستر هانتر وورلد آيسبورن على الأبواب، واليوم راح نجمع لكم أهم وآخر المعلومات عن اللعبة. حجم هذه الإضافة مدتها مثل المحتوى مهمات الجيرانك والألتيميت، وتتوعد أنها بتقدم محتوى جدا دسم مع تقديم أحداث مجانية وتعاونات مع عناوين وألعاب أخرى. راح تكون هذه الإضافة في منطقة جديدة اسمها هور فروست، وهي من اسمها الواحد يعرف أنها في منطقة ثلجية، وبنفس الوقت بتحصل غابات طبيعية تشبه المكان الأول اللي في اللعبة الانشنت فورست. حتى تقدر تدخل هذا المحتوى لازم تكون مخلص طور القصة الأساسي للعبة، ومستوى الصياد حقك أعلى من 16، وأحداث القصة حقت هذه الإضافة تتبع الأحداث اللي انتهت عليها مونستر هانتر وورلد. تعديل رائع راح يضيفونه في هذه الإضافة كان يطلبونه محبين السلسلة، هو أن اللعبة صارت توزن قوة الوحوش على شخصين، وهذا على عكس نظامها القديم اللي بمجرد ما تلعب مع شخص ثاني يوزن اللعبة وقوة الوحش على 4 شخصيات. ومثل ما قلت قبل شوي، راح تصارع الوحوش في مناطق مغطاة بالثلج الناعم، راح تتعرف على هور فروست مع تقدمك في أحداث القصة حتى تصير أكبر منطقة موجودة في عالم اللعبة. كل 14 سلاح المتوفر حاليا راح يضاف لها كومبو جديد وعناصر جديدة بتقعد عليها فترة حتى تتقنها. عالم اللعبة كبير وبتقعد تلاحق فيه وحوش بشكل دوري، ففي هذه الإضافة تقدر تركب على الوحوش الصغيرة حتى تسرع من حركتك باللعبة بشكل عام. بالإضافة لمنطقة تجمع جديدة اسمها ساليانا، أصغر بكثير من أستارا وفيها أدوار كثيرة وسلالم تشيلك وطرق مخفية. ميزتها أن كل شيء تبيه لمهمة الصيد حقتك الجاية حولك، مطبخ القطاوة، الحداد، ولوحة الصيد، وطبعا يجي معها طباخ جديد ومعها دعاية جديدة تشهيك في الأكل. أيضا في ساليانا راح تحصل ينابيع حارة ولعبة مصغرة جديدة اسمها ستيم ووركس، عن طريقها تقدر تكسب أشياء جديدة إذا ضبط وزنية الوقت باللعبة. أنا أتكلم بشكل معين عن منطقة هور فروست ريتش. منطقة هور فروست ريتش خلابة وفيها تفاصيل كثيرة، تقدر تلاحظ فيها مسار الوحش على الثلج، وبرضو فيها مخاطر من الأجواء والبيئة حقتها، مثل شخصيتك تقدر تتثلج، وهذا الشيء تقدر تعاكسه وتلغيه إذا لبست شخصيتك دروع دافية. وبرضو عندك موارد تقدر تجمعها جديدة مثل الفلفل الحار اللي تستعملها حتى تسوي مشروب يدفي شخصيتك، أو عندك الينابيع الحارة اللي تحصلها موجودة في مناطق مختلفة تقعد فيها حتى تدفي جسم شخصيتك. الآن بتعمق أكثر في التغييرات بأسلوب اللعبة. مونستر هانتر وورلد آيسبورن طورت أسلوب اللعبة مع إضافة خطاف تقدر تستعملها حتى تتعلق على الوحوش. إذا تعلقت بوجهه تقدر تغير اتجاه وحركة الوحش. أيضا تقدر تستعمل كل طلقات السلينجر حتى تخلي الوحش يمشي على قدام بشكل سريع، حتى يضرب الجدار أو يطيح من مكان مرتفع أو يطيح بفخ ثم يدوخ وتقوم أنت وفرقتك تجلدونه. على حسب الإضافات المجانية اللي قبل راح يكون فيه على الأقل 10 طقوم من الدروع الجديدة وحوالي 70 سلاح جديد. عجبني بشكل كبير كيف إضافت شيء جدا بسيط أضاف طبقة عميقة للقتال تسمح لك بالتفنن والتنوع في أسلوب لعبك على المدى الطويل. الآن راح أتكلم عن أكثر شيء يخلي سلسلة مونستر هانتر متألقة وهي وحوشها. هذه الإضافة بترجع وحوش استمتعوا محبين السلسلة في قتالهم وتقديم وحوش جديدة بتصاميم مبهرة. هذا اللي هم الوحوش من الأجزاء القديمة، نارغا كوغا وهو وحش خليط بين خفاش كبير وفهد، وهو من أول الوحوش اللي استعرضوه في منطقة القديمة The Ancient Forest، وبتحصله دائما يضارب مع راثولوس، والمعروف عن نارغا كوغاز أنهم مرة عنيفين وشرسين. في الأجزاء الماضية نقطة ضعفها كانت الصوت العالي، فهل فريق العمل بيغيرونها في آيسبورن؟ وحش ثاني رجع لنا من الأجزاء القديمة تايجريكس، وهو تنين طائر طلع في مناطق ثلجية في الأجزاء السابقة، وهو واحد من الوحوش المفضلين لعشاق سلسلة مونستر هانتر. ومن عروض تايجريكس لاحظ البعض أنه فيه حركات جديدة بتخلي قتاله مختلف ويحمس. الوحش الثالث اللي جاي من الأجزاء القديمة جلافينس، وهو سحلية عملاقة له ذيل كالسيف مولع نار، وفي العرض تشوفه يهجد كل الوحوش الكبيرة ويسدح واحد منهم بسبلكس بفمه. براكديوس واحد من أخطر وحوش السلسلة والأكثر عنفا، يطلع مخاط أخضر إذا المسك راح ينفجر بعد فترة. باريوث وحش رجع لنا من الجزء الثالث من اللعبة، وهو أسد ضخم له أجنحة وأنياب طويلة وعنده قدرات ثلجية. باريوث جدا سريع ويقدر يقفز من الجدار إلى الثاني، وضرباته يرسل لك إعصار أو كرات ثلج، ويقدر برضه ينقض على شخصيتك من الجدران. زينغور هو آخر وحش كشفت عنه كابكوم، برضه ظهر لنا في أحد الأجزاء السابقة. زينغور عبارة عن ذئب كهربائي على تنين، طبيعته مرة هجومي ويكره الوحوش والصيادين اللي يدخلون حدود منطقته ويتهاوش معهم. زينغور دائما حاقد على راثولوس أكثر من أي وحش ثاني، وهو يعتبر واحد من أسرع الوحوش، والبعض يقول أن قتالها الأصعب دائما في الأجزاء السابقة. الآن نجي للسب سبيشيز، وهم فئة
جديدة من الوحوش اللي تعرفنا عليهم في لعبة مونستر هانتر وورد الأساسية، وأهمهم فولجور أنجناث، وهو نوع جديد لواحد من أوائل الوحوش في مونستر هانتر وورد، لكن بدل ما يعطيك ضربات نارية تم تغيير ضرباته وهجماته إلى كهربائية. أيضا حركته أسرع بكثير من النوع الناري. غير أنجناث الجديد راح يجيبون 6 أنواع جديدة لوحوش طلعوا في القصة الأساسية من لعبة مونستر هانتر وورد. الآن نجي للوحوش الجدد. حتى الآن ما أعلنوا إلا عن 4 وحوش جديدة في السلسلة، وراح نذكر لكم الأكثر تميزا بين الأربعة. الأول هو بان بارو، هو خليط بين تنين وغزال، له قرون عملاقة حتى يشيل الصخور والأشجار من حوله، ولما يركض يرميها عليك. هو نوعا ما مسالم، وراح تحصل دائما يأكل أعشاب، يشرب موية في الينابيع الحارة، ولا راح يعبرك إلا إذا بدأت تضايقه. فيلكهانا، وطبعا ما نقدر ننهي هذا الفيديو بدون ما نذكر التنين الثلجي الجديد. هذا الوحش ما توفرت عنه معلومات كثيرة إلا أن ضرباته لها مدى بعيد وسريع بنفس الوقت. ملاحظات أخرى أنه يتلذذ في أكل وحوش الليجيانا. راح تقاتل هذا الوحش مثله مثل باقي الوحوش، وفي مهمات ثانية راح تقاتله فيه ومعك شخصيات القصة الأساسية في قتال ملحمي، تستعمل فيه مدافع وأسلحة مختلفة حتى توقفه. هذه مجموعة من الوحوش، باقي أكثر ما ذكرتهم، وغالبا في زيادة بيجون مع تحديثات وإيفنتات اللعبة المجانية مع الوقت. كابكم تتوعد ان هذه الاضافة بتكون بنفس طول اللعبة الاصلية، وراح تاخذ منك 45 الى 50 ساعة لانهاء مهمات القصة. اذا عجبك الفيديو لا تنسى تدعمنا بلايك ونشر هذا الفيديو مع اخوياك. كان معكم نواف النغموش، وشكرا على المتابعة.